اليوم. كيما اليوم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في فقرتكم اليومية كيما اليوم، موعد نرجع فيه للتاريخ ونستحضر أبرز مسار للفائدة والاعتبار. كيما اليوم 17 نوفمبر 2019، الباحثين يقولوا اللي أكثر الاحتمالات ترجيح ظهور فيروس كوفيد 19 في 17 نوفمبر 2019، التاريخ اللي تم فيه تتبع أول حالة معروفة الكورونا. الرجل يبلغ من العمر 55 عام، كان زار سوق في يوهان بمقاطعة خوبي بالصين. وفي إطار مساعي العلماء الفهم أدق لسلوك فيروس كورونا المستجد والبحث عن علاج فعال لهذا الفيروس، يبحث المختصين عن الحالة الأولى اللي يمكن باش تقدم لهم خيط الوصول إلى معلومات مهمة. وكشفت صحيفة صينية تفاصيل جديدة مثيرة عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد 19 كورونا في العالم. وقالت الصحيفة نقلا عن بيانات حكومية إن أول حالة إصابة بكورونا ترجع لنهار 17 نوفمبر 2019، وتضيف إلي الأطباء ما كانوش وقتها يعرفوا اللي هما يتعاملوا مع مرض جديد حتى أواخر ديسمبر من نفس العام 2019. بدأوا العلماء دراساتهم وأبحاثهم حول كورونا، وفي محاولة للتعرف أكثر على الفيروس المستجد اللي ظهر في مدينة يوهان وسط الصين. وفق البيانات الحكومية اللي طلعت عليها الصحيفة، فإن أول مصاب بكورونا كان يبلغ من العمر كما ذكرنا 55 عام، ويعيش في مقاطعة هوبي اللي تنتمي لها يوهان. وتضيف الصحيفة اللي الحالة هذه تم اكتشافها والإبلاغ عنها نهار 17 نوفمبر 2019. وكشفت الدراسة نشرتها مجلة The Lancet العلمية الطبية البريطانية بأن العدد الحقيقي للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا يفوق بثلاثة أضعاف الأرقام الرسمية. وتشير الدراسة إلى الوباء أودى بحياة أكثر من 18 مليون شخص في العالم في الفترة ما بين بداية 2020 ونهاية 2021، وأن من بين البلدان الأكثر تضرر بوليفيا اللي سجلت أعلى معدل زيادة في الوفيات. تسببت جائحة كورونا كوفيد 19 في وفاة أكثر من 18 مليون شخص في العالم في الفترة ما بين بداية 2020 و2021 كما ذكرنا، وهي حصيلة أكبر بثلاثة أضعاف من الأرقام الرسمية حسب ما كشفت عنه المجلة المذكورة. وفي السياق هذا قالوا الباحثين اللي حضروا الدراسة أن الإحصاءات الرسمية حول وفيات فيروس كورونا لا تقدم سوى صورة جزئية عن العدد الحقيقي للوفيات المرتبطة بالوباء في العالم. في المقابل تتحدث الأرقام الرسمية عن 5.94 مليون وفاة في العالم بين 1 جانفي 2020 و 31 ديسمبر 2021، لكن الدراسات قالت اللي العدد الحقيقي أكبر كما ذكرنا. في تونس آخر تحيين للأرقام في 30 أكتوبر 2022، عدد الحالات اللي تم اختبارها 4,966,900، وعدد الحالات المؤكدة 1,146,593، وعدد الوفيات 29,259 ضحية من ضحايا كوفيد 19 الكورونا في تونس. مطلوب المحافظة على العادات الصحية الحسنة اللي اكتسبناها من تجربة جائحة كورونا، ونسأل الله السلامة. مستمعينا الكرام، نلقاكم كل يوم في موعد جديد، وإن شاء الله نهاركم مبارك سعيد. كيما اليوم.